كرمت مدينة الأربعاء أيقونة الفن الشعبي والأندلسي لمدينة الورود البليدة الفنان عبد الحميد منصور، الفنان الذي رافق أهل البتيجة بصوته منذ ستينيات القرن الماضي. بديت في سنوات 68 في كونسيرفاتوار في البليدة، ومن بعد دربت في الجزائر العاصمة، ومن ثم وأنا مع مشوار هذا الموسيقي نحب الأندلس والشعبي بزاف حتى لحقت وين الدرجة، وين دوكا راني كتب كتاب مازال ما ألفتوش على الأسرار تاع الشعبي والأندلس. حفل التكريم حضرها أصدقاء الفنان وعائلته إلى جانب السلطات المحلية للولاية. تكريم بالنسبة لهذا الفنان المتواضع له نكهة وطعم. الشيوخ هذو اللي راهم بداو يكبروا لازم صح من بعض كما قال اخر الشيء اللي داروه الجميل اللي داروه كذا، ولا ما يشروا هكذاك خساره ولا نشكر هذا الحفله هذه اللي داروها في الاخر هنا يعني مون فرير منصور حميد، وان شاء الله ماذا بينا في بلديه الاربعاء يعاودوا يحيوا الثقافه. يا ستو ديجا شيخ الله يبارك وعطانا كاين امور اللي وراهم ورانا ديفيسال هو مولع في القصيد، كاين شي قصيد اللي يصلحوا لنا وربي يطول في عمره ان شاء الله. ونتمنى ان تقوم باعمال اخرى وخاصه للرجال الذين هم على قيد الحياه. أغاني الفنان كانت عروس الحفل بامتياز، وكانت الفرصة لاستذكار السنوات الذهبية لعبد الحميد منصور.